انا بالنسبه لي لما اتلقى دعوه تتعلق بموضوع له علاقه بفلسطين بشكل مبدئي ما بقدر احكي لا، هذا اولا. هلا ثانيا، بنيه لمه كونها يعني بتجمع مبدعين فلسطينيين سواء من داخل فلسطين او من الشتات او ناس مهتمين بالقضيه الفلسطينيه، هذا برضو شيء اخر شجعني يعني اكون جزء من منصه لمه، هذا شرف لي. ممكن بشكل او باخر اشجع بعض الشباب اللي ممكن بيرسموا او كذا يتشجعوا يصيروا يرسموا يتوجهوا بالكاريكاتير يعني بـ بـ بطريقة أو بأخرى يخدموا القضية عن طريق الفن. لو دعيت كمان مرة للمة برضو بكون مبسوط وبتشرف وأكيد مش هتأخر.